المشكل اللي عندي اخويا هو دابا لقيت فاش كان جدنا حي، حنا كنا كنتسناو خالنا يعطينا حقنا. ملي كندويو معاه كيقول لك اودي راه شوف نهار تبغيو حقكم راه جيو خذوه. دابا امي وخواتها حتى دايرين فيه الثقه، حنا دركا لقيت اللي مات جدي وجده وقفنا على الحق ديالنا، قلنا لي عطينا ودي حق امي والشي الاخر راه منك اليوم امي. الورثه حنا كاملين كنسالو حقنا. قال لك ودي ما تتسالونيش، سيروا راه المخزن ما كيقطعش الودنين. نضنا حنا قلنا له ودي راه بيناتنا المخزن. مشينا لعند القايد، القايد ملي مشينا لعندو النوبه الاولى القايد الاولاني هذا الاول عطانا الحق ديالنا، قال لي ودي غنخرج لك انايا الشيخ والمقدم غيديروا البحث. مشاو داروا البحث وجمعوا النواب، قال لي ودي راه تيتسالوا. دارت ايادي خفيه من التحت، دار علينا القايد، ولينا كنمشيو لعند القايد كيقول لك ودي داكشي ما عندي ما ندير ليكم فيه، غتمشيو للمحكمه. كنمشي للمحكمه كيعاودو يقول لي شوف راه حنايا راه ما عندنا باش نحكموا لك في هادشي، هادشي اراضي الجمهور كيحكم فيها القايد والنواب. كنرجعو عند القايد، القايد كيقول لك ودي راه ما عندي ما ندير ليكم انا، ما تبقاوش تجيو لعندي. وجاب لي شهود اخرين مزورين نواب، ها هما باقي عندي الاوديو ديالهم. ملي جاو قلت له ودي سعاده القايد راه ما كاينش هاد النواب عندنا حنا ماشي ديالنا. قال لك ودي شوف هادو كيحكموا على الاراضي الجموع كامله. قلت لي لا، هنا اللي عندنا الوثائق ديالنا، راه عندنا الوثائق ديال دوك النواب اللي كيحكموا لينا هما ديالنا، اما الاخر ما بيننا وبينهم والو. قال لك ودي كيحكموا، سيروا للمحكمه انا ماشي سوقي انا. هو يقول دوك داك الكاتب ديالو والناس اللي خدامين معاه في القياده. قال لهم هذاك قال لي القايد، قال لي ودي هاد السيد هذا الا جا ما تبقاوش تخليه يدخل عندي. قلت له انا علاش ما تخلينيش ندخل انا؟ القياده راه الاداره راه مقربه سيدنا المواطن، باش تجري عليا حتى ما يمكنش. قال لك ما تبقاش تجي لعندي. انا بعت منه مشيت عاوتاني للمحكمه، اتجهت للمحكمه، المحكمه الاداريه دارت درنا واحد المحضر. مشينا حكموا لنا عاوتاني برفض القرار اللي دار القايد. من وراه رجعنا عاوتاني عند القايد الثاني اللي جا، دوينا معاه قلنا ودي راه كاين وكاين هاد الناس هادو راه عندهم شي ايادي خفيه من التحت. قال لك ودي شوف انا راه ما بقى عندي ما ندير لكم، غتمشيو للمحكمه. ايوا اتجهنا للمحكمه دركا هي، وبغينا الناس المسؤولين يعطيونا الحق ديالنا، لان هذيك القياده ديال زمران سيدي رحال ولا العماله شؤون القرويه ما خادوش بيدينا وما عطاوناش الحق ديالنا. وكنتمنوا من الله وسيدنا الله ينصرو ياخذ لنا الحق من هاد الناس هادو اللي في هاد الاداره هادي. الوثائق ديالنا كاملين عندنا وبغاش يعطيونا الحق ديالنا. الطلب السيناء اللي درنا طلب دي في درنا في